مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. الندرة في الاحتياجات اليومية واحدة من أكثر المشكلات اللي بتواجه المواطن وبتزيد عليه مشقة الحياة. العيش سلعة مهمة جدا للصغير وللكبير، للغني وللفقير، وأي نقص فيها بيعني نقص في احتياجاته اليومية، وكلنا بنحتاج للعيش بصورة يومية. الكثيرين بيتكلموا على إنه النقص والأزمات الحاصلة في موضوع العيش في البلاد بسبب المواطنين أنفسهم. في فئات محددة منهم بتعمل على تهريب العيش وبيبيعوه في أماكن بعيدة بسعر أعلى، مرات بيصل لي 3 جنيه اللي هو أضعاف سعره الحقيقي. مجموعة من شباب المقاومة في منطقة من مناطق الخرطوم اكتشفوا مخبز بيعمل على بيع العيش لبعض التجار، وهم كمان اللي بيعملوا على تهريبه لولاية خارج الخرطوم، وكمان بيبيعوه بسعر يوازي 3 جنيه أو 3 أضعاف السعر داخل الخرطوم. وكمان المخبز بيكتفي بالعمل ليلا للكميات دي وبيكفي نهارا للأسف الشديد. خلونا نشوف الفيديو. اليوم مقاومة الكلاكلة العيش جديد. طيب الناس دي عشان العيش ده قال ماشيين يبيعوا في الجزيرة ب 3 جنيه لأنه ما في عيش هناك يا ناس. تمام؟ نحن اليوم مقاومة الكلاكلات عاين الدقيق راقد، الدقيق جوا راقد نزل بتشتغل بتقفل بيشتغل الصباح بس من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 9 ولا الساعة 10 بيقيفوا على كده. ده الفرم كده عندنا وقف خلاص. الدقيق راقد بيشيل العيش بيشتغلوا بالمسا بودوين بودو جزيرة بسفروه بعربية عندنا صورت لكم لو حد هسي معاه ناس بيرفعوا العيش ده كله تمام بودو بيعوا العيش ب 3 جنيه في الجزيرة قال فحاليا ده العيش غايته احنا صادرناه منهم شغل بتاع حينا احنا يعني شغل بتاع الكلام هنا طلع الدقيق ده اديه افرام اديله افرام روح السياره بتنزله انت حاليا تقول لهم الاقتصادي انت حاش عليه نضرب بس لانه اقتصادي عايز في ناس جايين نضرب لانه اقتصادي بس يشوف الموضوع ده تعريض اتحرك من هنا ده عيش برضه صح؟ ده عيش برضه مش؟ العيش بيشتغل كده بلاقيها زي يا جماعه بيتقفل كده وبيترفع كل يوم نفس العرض يجي نفس المناسبه دي ما المره الاولى والله ما اول مره دي ما المره الاولى لا لا دي ما اول مره احنا قاعدين نشوف الموضوع كل مره احنا شغالين المدرسه هنا شغالين احنا العيش ده قاعدين فين العيش ده قاعدين فين العيش ده شايله ودي بقى بيتباع بكام في الجزيره ب 2 جنيه صح؟ ب 2 جنيه انا الليله جاي من الجزيره العشاء ب 2 جنيه صح؟ ب 2 جنيه ده جاي من الجزيره جاي من الجزيره جاي من الجزيره لا مناسبه العيش قاطع في الخرطوم كله لقيته بس مع عيش في الجزيره كلها لقيته في الخرطوم لقيته في الخرطوم بس عارفك الان تغلب جاي والله العرق واعي عارف والله في نشره طلعت اي دول ينقل عايز يجي شغله مع عيش كويس والله عندي شغله مع عيش ولا عيش يا حاج شايل العيش بالله ما اسوي ما شايل تشيل العيش تشيل العيش ماشي اهلك تشيل لهم 3000 عيشه اي ما خلينا خلي ما تخليها خليك قاعد ما تخليها يا لا لا يا خليك قاعد انت بس احذر انك خليك قاعد ما يتحرك من هنا خليك قاعد خليك قاعد بس ما تتحرك مره مره الاولى كلام قاعد كم مره انت قلت اليوم يا جماعه زود راب بجداد صور اللوحة انا زود ب 3000 ربي بجداد اداره الفرم وين يا جماعه؟ نتكلم عن موضوع اداره الفرم العربيه برضه فيها عيش؟ العربيه برضه مليانه عيش يا جماعه عايز العيش تعال تعال شوف العيش العربيه تعال شوف العيش العربيه العربية مليانة عيش زول ماشي مودي الأهل عيش كم عيشة يا كولا عيش العربية مليانة عيش مشتري من القبة مشتري من وين؟ مشتري من القبة؟ لا مشتري من القبة أنت صح؟ خلي خلي فيه أنت أنت خلو انزل انزل خليه خليه اسمع كلامي يا وينه وفي حدث ثاني وبذات الكيفية مواطنين ضبطوا شحنة دقيق خاصة بفرن
مهربة لخارج الحي. خلونا نشوف. في تمام الساعة كم بالضبط؟ تمام الساعة 11 ونص بعد الشهر ما جاء وانبلج النور. قبضنا 13 بدون لوحات، 12 جوال كاميرا دقيق جاي من الفرن، وسايق واحد قام قال لي يا اخي انا في الامن او في الاستخبارات العسكريه وهي وزير الاستخبارات. قلت له يا اخي في الاستخبارات ديل بيجيبوا للمواطن ولا بيشيلوا من المواطن؟ اي فالمهم يتلبجوا هناي بعد شويه يجينا يستفسر منه وكذا. فهو ده اللي خوفنا بالبطاقه، انه مثلا هو تابع لعساكر او تابع للامن او تابع للاستخبارات العسكريه. انا والله لو كان مواطن عادي كل ما يخليهم كذا يمشي في بطاقه البال، لكن ده زول في الاستخبارات طلع بطاقته وقال لي تابع تاتشر بدون لوحات. دي مصيبة، دي مصيبة، دي مصيبة. ده 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 مفترض منه، ده مفروض يحمي المواطن، مفروض يجيب المواطن، مفروض المواطن يكون نايم وهو يكون حارس للمواطن ويجيب له حقه. إذا بيه هو يشيل سطح العيش ويهربهم بالليل ويغطيهم بالستارة. احنا يا جماعه في ظل هذه الدوله العميقه والدوله المزيره ده شغل كيزان، ده مودين له وين؟ احتمال ماشي دافقوا في البحر، واحنا هنا نسواننا واخواننا ما وقفت الصف ليه يعني؟ الله اكبر، اتصل الدعيم بدل الدين الحاج بالغرام الاقتصادي، الغرام الاقتصادي قالوا له وديه الجسم، نودي الجسم هنا كيف؟ ده شغل الامن الاقتصادي. اذا كان الامن الاقتصادي ما قاعدين يشتغلوا شغلون على الدنيا السلام. الامن الاقتصادي في عهد عمر البشير ما قالوا بقبضوا وقالوا بيعملوا كذا، ليش ما بيعملوا؟ دي كلها جاتات الدوله العميقه، واحنا لهم بالمرصاد، واحنا لهم بالمرصاد، ولا نامت عيون الجبلاء. احنا من اسد عاهدكم الجريف شرق ان شاء الله خلال هذا العام سوف تكون خاليه من اي كوز. معقوله يا جماعه شفناه ده؟ المواطن البسيط ذنبه شنو؟ يقف صفوف لساعات طويله عشان يقدر يلقى رغيفات بس يرجع بها لبيته لاولاده. لاحظنا في الفيديو انه سايق الحافله، الفيديو الاول بيقول انه سايق الحافله انه الكميه الكبيره من العيش دي ماشي بها مناسبه، وحتى لو افترضنا صحه كلامه، ليه نحن مع معاناتنا الاقتصاديه دي نستهلك عيش بالكميات الكبيره دي في مناسباتنا؟ ولو لاحظنا في اي مناسبه اكثر سلعه بيتم التخلص منها بعد نهايه المناسبه وبتكون بايره عديل كده هي العيش. يا ريت يا جماعه نقدر نتحكم في مناسباتنا وعدد ضيوفنا عشان نقدر نحدد استهلاكنا من كل السلع الغذائيه. واذا افترضنا العيش ماشي يتباع ب3 جنيه زي ما قال في الفيديو، وين الذمه؟ وين الضمير في الحته دي؟ وين الامانه؟ بتاخد حصتك من الدقيق المدعوم وتمشي تبيعه ب3 جنيه في حته برا الخرطوم، وكل ده على حساب منه؟ على حساب المواطن البسيط المغلوب عليه امره. الفيديو وصلت مشاهداته لأكثر من 11,000 مشاهدة، ومعظم المعلقين أجمعوا على أن الأزمة بسبب جشع التجار وفئة محددة من المواطنين ضعاف النفوس المستغلين للأزمات. واحد من المعلقين قدم فكرة جميلة وقال الحكومة تعمل تطبيق وتسميه وطني لرفع البلاغات والشكاوى للظواهر السلبية في مختلف مسمياتها وفي مختلف الأماكن اللي بتظهر فيها. نرجع تاني للفيديو بتاع الشباب. الشباب اللي عملوا ده أكيد هم يعني بيتميزوا بهمة كبيرة وقلوب على البلد. محاولات كثيرة من المواطنين والشباب لتقويم سلوك التجار الجشعين وغيرهم من أصحاب المصالح المتعارضة مع مصلحة المواطن. شباب همهم يحموا ويحافظوا على كل ما نادت به الثورة من عدالة وحسم للفوضى. يا ريت كل الشباب يكونوا بالوعي ده عشان سوداننا يبقى أجمل. واحدة من الرسائل اللي كانت متداولة عبر تطبيق الواتساب رسالة من مواطن موجهة لرئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. انتقد فيها المواطن رئيس الوزراء في فترة توليه للمنصب رغم قصر المدة الشديد. خلونا نشوف الخطاب. إلى حضرة الأخ حمدوك، أنت والمعاك نعال طيبين،
شوف يا الحبيب، نحن أول ما قالوا السيد حمدوك وافق عشان يجي يستلم الحكومة ورئاسة الوزراء، نحن ما خلينا البسط من بسطناه ولا فضلنا لينا فرح لباكر، كبيناه كد واستبشرنا خير. انت كمان تميت الناقصة وزودت البهارات وشوقتنا بيت عززك للطبخة اللي توقعناها من أول يوم بعد وصولك. ممكن ترقد لينا الرغيف والجاز هبطرش. قلنا الزول ده أول ما يصل مطار الخرطوم هيطلق غرار بخفض الأسعار المولعة نار دي، لكن يلخو حتى الآن نحن ذات ومجتهنك وما عارفينك وين. ماك فاضي لينا يا أخوي من المطارات وكل يوم في بلد. يا أخي انت من كتر تجري بقيت ما لاقي ليك فرصة تصبع علينا. نظامك تعايل لينا بشباك الطيارة من فوق وانت ماشي. زمان أبواتنا قالوا الرئيس يجيب الهوى من قرونه، نحن حسي ما عايزين لينا هوى، عايزين لينا رغيف وجاز ورئيس. رئيس يقعد معانا هنا، رئيس بدون زيطة وزنبريطة، يجي مار بعربيته قريب من موقف جاكسور ويشوفنا شايلين الشمس دي كيف. الخطاب رغم أنه بيحتوي على حقائق كثيرة ومشاكل كثيرة في الخدمات، في الصحة، في المواصلات والسلع الضرورية وغلاء المعيشة وكل ما يهم المواطن، وده الواقع فعلاً أن احنا عايشينه اليوم وبنتمنى أنه يتغير في أقرب فرصة وفي أقرب وقت ممكن، لكن أبداً ده ما الوقت المناسب لتوجيه خطابات زي دي. دي رسائل محبطة جداً للحكومة اللي بدت يا دوب في عملها. إذا أخذنا بس جانب السفر الكثير لرئيس الوزراء زي ما قال صاحب الخطاب، أكيد السفر ده فيه مصلحة للبلد، محتاجين ندعم أو ندعم علاقاتنا مع الدول الخارجية، محتاجين نفتح نوافذ للاستثمار مع كل دول العالم، محتاجين نفتح كل الملفات الفاتت للدبلوماسية والعلاقات الخارجية بشكل جديد وبشكل مشرف للسودان. الرسالة دي انتشرت على الواتساب بصورة كبيرة جدا بين الجروبات المختلفة، اتعددت الآراء واختلفت فيها آراء الناس، فيها الأيد وفيها العارض. دورنا نحن كمواطنين إنه نعمل على دعم الحكومة بالإنتاج وبالعمل الجاد. كلنا يا جماعة بنحلم بوطن مستقر خالي من الأمراض، خالي من الجهل، وطن نشوف فيه المسؤولين في الشوارع مع الناس بيتفقدوا أحوالهم وبيتفقدوا أسواقهم وبيحلوا مشاكلهم، وكل ده ما بيجي بين يوم وليلة، لازم نصبر عليهم شوية، نعمل معاهم بكل جد واجتهاد وعشان سوداننا يبقى أجمل. ده كده مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سودا ميديا. حتى جديد الملتقى، في أمان الله. طيبة لحياة طيبة.